اهلا بيكم من جديد، وهنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا ناس كتيره بتسال عليه. بيقولوا عندنا مثلا طقطقه في مفصل الركبه اثناء الصلاه او طلوع السلم، او وجود الم احيانا كمان اثناء المشي، واللي ممكن كمان يوصل شدته مع الاشخاص على انه مش قادر حتى يمارس ابسط مهامه اليوميه. دي من اكتر الاعراض والشكاوي اللي يمكن بقينا بنسمعها كتير جدا متكرره، وكان كمان متعارف عليها ان امراض العظام مقتصره بس على كبار السن. دلوقتي كمان بنشوف مع صغار السن اللي بقى يقولك انا بقدر اصلي وانا قاعد، مش قادر ان انا اقوم اقف. هنعرف كتير جدا عن ما يسمى بخشونه الركبه وكيفيه علاجها مع ضيفنا دكتور بيجاد عبد الرازق، استشاري ومدرس جراحه العظام كليه الطب قصر العيني وزميل كليه الجراحين الملكيه للعظام والكسور بانجلترا. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. انا كنت عايز اسالك اول سؤال، هي خشونه الركبه دي اسم سليم ولا اسم خاطئ؟ لا، اسم مظبوط فعلا. هو بيحصل خشونه في سطح المفصل، لان المفصل ده هو العظمتين بيلتقوا ببعض. عاجبني قوي. انا عايزك بقى تشرح لي على نشرح لحضرتك وللشباب المشاهدين. ده مفصل، ده موديل لمفصل الركبه. في عظمه الفخذ وعظمه الساق بيلتقوا ببعض هنا بسطح المفصل. فسطح المفصل ده عشان يحصل حركه بشكل مظبوط لازم يكون سموث، لازم يكون املس. ففي طبقه جيلاتينيه ربنا مبطن بيها سطح المفصل، جعلها موجوده وغضاريف موجوده في النص علشان يحصل حركه بطريقه شكلها سموث، كانها كوشن، كانها بالظبط طريه، كانها تمتص الصدمات في الحركه. فالخشونه اللي بيحصل تلف، ديجنريشن، تاكل، وير اند تير في الغضاريف اللي موجوده، وبيبدا يحصل لوس اوف ذا سيرفيس، يعني بالتدريج بيفقد النعومه دي، النعومه وطبقات من الجيلاتينيه وتبقى خشنه. لدرجه ان بنوصل في نقطه ان يبقى العظم على العظم، بنسميه بون اون بون، وبتبان كده في الاشعاعات ان العظم على العظم، لان من كتر ما حصل فقدان للطبقه الجيلاتينيه دي. هي دي الخشونه، هي دي الخشونه فعلا. وازاي تظهر في سن صغير؟ يعني حضرتك بتقولي تاكل الماده الجيلاتينيه، ازاي في سن صغير تتاكل الماده الجيلاتينيه؟ صح، هو الـ الاغلب زي ما حضرتك يعني قلتي في الاول ان هو بيحصل في الناس الاكبر في السن، لان هو بيحصل حاجه بروسس بتحصل على مدار سنين، ما حصلتش امبارح ولا النهارده. لكن الناس بقت مجهودها اكبر، الناس بقى وزنها زياده، بقى في ناس بتلعب رياضات عنيفه شويه، بيلعبوا غلط الركبه، بيلعبوا يعني غلط اوفر يوز. الرياضيين اللي بيلعبوا تو ماتش سبورتس بشكل اوفر يوز، ما بيتعافوش من الاصابات بشكل صحيح، بيحصل تلف في الركبه بدري. فبيبدا يبان عندنا ان بعض الناس بقى جالها خشونه في سن 40 سنه، 38 سنه، حاجه و40 سنه. فعلا بدانا نشوف مرضى في سن اصغر عندهم خشونه. بس هل الالام اللي في الركبه لازم تكون خشونه؟ لا، ممكن الركبه تبقى فيها الام وفي درجه بسيطه من الخشونه او مرحله ما قبل الخشونه، اوفرلود. الناس اللي وزنها زياده، الناس اللي ما بتمارسش رياضه خالص او بتمارس رياضات بشكل عنيف او بطريقه غلط. المرحله الاولانيه خالص قبل الخشونه ان السطح الغضروفي ده اللي هيبدا يتلف عليه لود، والسطح الغضروفي ده عليه حمل، يعني عليه حمل ليه اعصاب، يعني انتهاء اعصاب وريسبتورز، مراكز استشعار للالم، الاطراف العصبيه نفسها أطراف بتاعتها أعصاب. بتكون موجوده في المنطقه دي. فبيبدا اما يحصل عليه حمل متكرر يحصل الم ووجع. فالالم والوجع دول بيبقوا يعني زي ما يكون انذار انا حد انا هيحصل لي مشكله قريبه، يعني جرس انذار للمريض ان انت ركبتك دي عليها حمل بشكل غلط. تفتكر حضرتك ايه اول حاجه المفروض المريض يعملها في اثناء ما يجي له الالم البسيط ده؟ ده انت عارف طبعا ان بنلجا على طول نروح الصيدليه يجيب اي ملين او سبراي يرشه يقول لك انا بقيت زي الفل. صح، هو الناس محتاجه دايما طبعا ان احنا نوصل لهم توعيه. ما هو برنامجنا ده عشان التوعيه، انه الحاجات دي في العظم علاجها مش علاج دوائي. العلاج الدوائي هنا دوره مساعد فقط، زي ما حضرتك قلتي سبراي موضعي او مرهم موضعي بيلطف الوجع، حاجات من المواد الجيلاتينيه زي الجلوكوزامين وزي الكولاجين، الحاجات سواء كانت باودر يعني ساشيتس بتتفضى وتتدوب او تابلتس بتتاخد، كل دي حاجات بتساعد، دورها بيحفز سطح المفصل والخلايا والكلام ده. لكن المهم هي تغيير النشاط، تعديل السلوك اللي هي behavioral changes او lifestyle modification، نزول الوزن، تقويه العضلات، تجزئه المجهود، رياضه بشكل سليم وصحيح، لبس جزمه يعني القعر بتاعها طري او نعل طري او لين. يبقى هنا بيجي بقى السؤال ان انا ما اروحش للصيدلي، لازم اروح للطبيب عشان اعرف السبب الرئيسي اللي عمل ده. مظبوط طبعا، ده احنا عايزين نتكلم فيه. طبعا طبعا. طيب احنا عندنا صور دلوقتي عايزين نعرضها، وعايزين حضرتك تقول لنا بالظبط ممكن ان يكون ايه الاشكال اللي ممكن تصاب او تصيب المنطقه دي. وعايزه كمان حضرتك تقول لنا في الاثناء دي بطرق العلاج المختلفه. سمعنا عن الحقن اللي بتنزل بتتحقن جوه المنطقه الركبه او خلافه، يعني ايه اول صوره معانا يا دكتور؟
هي ده منظر ركبه فيها خشونه شديده. دي كانت مريضه من المرضى بتوعي، يعني كان عندها خشونه شديده جدا في الركبه في الناحيتين الحقيقه، وكانت وصلت لدرجه ان اثر على الحركه بتاعتها ومش قادره انها تمشي بشكل سليم، لان هي زي ما حضرتك قلت تدرج. ابدا بوجع، الوجع ده ياثر على النشاط اليومي العادي بتاعي، المشي، الحركه، الطلوع، النزول، الصلاه، الجلوس، وبعدين يبدا يخليني مش قادر امشي كويس. العلاج لازم يتاخد تدريجيا، ما ينفعش ان انا اشوف المنظر ده واقول للمريض انت لازم تعمل مفصل. ممكن تجي لك على كرسي بعجل مثلا، ممكن تكون خلاص مريضه يعني. وغالبا المريض بيضطر يعمل العمليه لما يوصل لنقطه ان اثرت على حركته، مش قادر يقوم يمشي. دي الاند ستيج بقى. دي درجه خشونه من الخشونه الشديده قوي، بيسموها الدرجه الرابعه او الدرجه الثالثه. العلاج في الخشونه ما فيش حاجه اسمها لازم عمليه، انا ممكن ابدا معاه من اول علاج دوائي لتعديل سلوك ونشاط، تمارين علاج طبيعي، نزول وزن، لازم نجرب الحاجات دي الاول. زي ما حضرتك قلتي في حاجه اسمها الحقن هنتكلم عنه. لما يوصل لنقطه انه مش قادر يتعايش مع الوجع اللي موجود، اصبح الوجع ده موجود كونستنتلي متواصل طول الوقت، مضطر انه ياخد مسكن كل يوم، فده ممكن ياذي المعده والكبد والكلى، او مأثر على نشاط مش قادر يتحرك، كنت بحب انزل امشي مش قادر، كنت بروح اخرج مشوار مش قادر اروح، حتى المروحة التويلت او الحمام بقى بصعوبة شديدة جدا، فيفكر ساعتها المريض في ان هو يعمل عملية تغيير المفصل. يعني المريض اللي بيجي يطلبها، المريض هو اللي بيجي يقول لك المريض هو اللي بيجي يقول بس انا عايز اعمل. انا بعشق التخصص جدا، والجميل جدا اللي بقى موجود في مصر دلوقتي حاجة مثلا زي دار العظام. لما انا اقول مثلا مريض هيجي لي عند دار العظام، انا عايزه اعرف يعني المراحل اللي هيمر بيها خطوه بخطوه من ساعه ما يدخل البوابه ايه اللي هيحصل وهو جاي لك على كرسي. يعني هنتكلم مثلا هو جاي لك من الاول عنده مشكله كبيره جدا في الركبه، دار العظام بقت يعني فيها تخصصات دقيقه، فدي ميزه كبيره قوي. عندنا سب سبيشاليتي، انا بعشق السب سبيشاليتي الحقيقه. فعندنا ناس بتشتغل ركبه بس، عندنا ناس بتشتغل كتف بس، عندنا ناس بتشتغل هاند سيرجري بس، جراحات اليد وجراحات الميكروسكوبيه، فدي حاجه كويسه جدا ان انت بتقدر تدي للمريض احسن خدمه. المريض اللي عنده مشكله زي كده في الركبه هيجي هيتعمل له فحص سريري، يعني الدكتور هيفحصه، بص على ركبته، الركبتين، ثبات الركبه، حاله الاربطه، درجه الخشونه، درجه التقوس، درجه التني والفرد قد ايه بقت متاثره، طريقه المشي بتاعه المريض، هل قادر يمشي لوحده ولا مضطر يستخدم وسائل مساعده زي العكاز او المشايه اللي هي الووكر. كل الحاجات دي بتفرق جدا في اتخاذ القرار، ولا داخل لك على كرسي بعجل اصلا زي ما حضرتك قلتي. وبعد كده هتطلب منه اشعه عاديه خالص، بلين اكس راي فيلمز، بتبين درجه الخشونه، درجه التلف اللي في سطح المفصل، درجه التقوس اللي حاصله، درجه الفلكشن ديفورميتي، يعني الرجل بقت ساعات متنيه وثابته على وضع انحناء مش عايزه تفرد للاخر. وانا بحب دايما ابدا معاه بان انا ادي له علاج واطلب منه انه ينزل وزنه ويقوي عضلاته. العلاج ده ممكن يكون حاجه مسكنه ياخدها عند اللزوم، وبركز جدا على المرضى بتوعنا انه لازم المسكن في اضيق نطاق عشان يتجنب تلف المعده والكبد والكلى والتاثير على الضغط ومرضى القلب والكلام ده. مراهم موضوعيه ممكن يستخدمها بالكميه اللي هو عايزها، مره 2 3 10 مرات في اليوم، ملهاش اي اذى وبتلطف وتسكن الوجع. الحاجات الجيلاتينيه اللي بتغذي سطح المفصل لها دور فعال جدا، لكن ناخدها واحنا فاهمين ان هي زي الفيتامينز، هي حاجه بتغذي سطح المفصل، بتحفز الخلايا، وليست علاج جذري، مش كورتيزون. ايوه وليست علاج جذري. ايوه لو المريض بدا يتحسن على الخطه العلاجيه دي، معاها طبعا تقويه العضلات، ممكن علاج طبيعي ونزول الوزن، بنكمل فيها ويبقى اتحسن الحمد لله. البلان بي او الخطه البديله اللي ممكن نلجا لها لو ما اتحسنش هي الحقن، ولازم اركز برده ان الحقن ده نوعين، في حقن ماده جيلاتينيه او اكتر ثلاث انواع، في حقن ماده جيلاتينيه، في حقن كورتيزون، وفي حقن حاجه اسمها بلازما. مفيش اي ابحاث علميه اثبتت ان في واحده منهم احسن من الثانيه او لها نتائج مؤكده، لكن المواد الجيلاتينيه هي اقل خطوره فيهم واكتر حاجه ممكن يستفيد منها المريض، فاحنا دي اللي بنرشحها او بنرجحها. الكورتيزون ما بنحبش نحقن كورتيزون لانه ممكن يضعف السطح الغضروفي او الغضاريف زياده ما هي اصلا ضعيفه. في انواع معينه من الكورتيزون فقط هي اللي ممكن تتحقن لو الركبه ملتهبه جامد ومرمى، عشان تقلل الالتهاب. تقلل الالتهاب بالظبط. ولازم بركز مع المريض ان انا افهمه كويس قوي وادي له توعيه ان الحقن دي يا فادت يا ما ضرتش، وهي مرحله ومؤقته. مؤقته دي تبقى 6 شهور، تبقى سنه، تبقى اكتر، الله اعلم. حاجه في علم الجيب يعني ما نقدرش احنا نحسمها. اذا وصل ان هو ما بيرتاحش باي سبل من السبل دي في العلاج، ده ما ينفعش وده ما ينفعش، وجرب نزل وزنه وعمل علاج طبيعي وعمل كل ده، خلاص بنرشح له فكره تغيير المفصل لو هو حابب يقدم على العمليه زي دي. العمليه دي لما بتكرر انك تعمل تغيير مفصل، ما بتعمله بدون مثلا ما توصل، ما تقول له مثلا روح خس الاول ولا مش لا خلاص بقى
ما بتهتمش بالوزن. نقطة مهمة جدا. أيوة. نقطة مهمة جدا جدا. لا طبعا بنهتم بالوزن، يعني كلام حضرتك سليم، الوزن عامل مهم قوي، لأن الحاجة السطح الطبيعي اللي ربنا خلقه تلف بالوزن ده وبالمجهود ده وبالحمل ده. فلو عملت مفصل في حد وزنه كبير مثلا 140 كيلو 130 كيلو، متوقع ان فرص نجاح، لقوا ان الدراسات لقت ان فرص نجاح المفصل ده اقل. طب وايه الحل لكن لو مش عارف ينزل؟ فعلا في مرضى كتير قوي اتس تشالنجينج، صعب عليهم نزول وزن، اللي عندهم سكر، اللي عضلاتهم ضعيفه، الكبار في السن، الغده، اللي عندهم غده. كل دي تحديات لنزول الوزن، وجربوا اكثر من مره ان هم ينزلوا في الوزن ومش قادرين، وعايزين يتحركوا ويمشوا بس معطلهم الركبه. فبنقبل المريض اللي انت بتحس ان هو فعلا متحمس انه ينزل في الوزن، ووزنه مثلا لحد 110 115، بقينا نتسامح في فكره الوزن شويه في الظروف اللي احنا حكيناها دي، ومأكدين على المريض انه بعد ما يعمل تغيير المفصل وحركته تتحسن هيبقى مطلوب منه نزول الوزن عشان يحافظ على الركبه او المفصل اللي اتعمل، المفصل الصناعي اللي اتعمل. فحتى الوزن دي بقت حاجه اسمها ريليتيف كونترا انديكيشن، يعني سبب نقدر ان احنا نبقى فلكسبل او نتغاضى عنه شويه، في حدود. بالظبط، على اساس ان انت لما هتنقله هتغير المفصل هيبدا يتحرك، هيبدا ينزل في الوزن. مزبوط. صح. مزبوط. هيمشي بعد قد ايه المشي بشكل طبيعي؟ هياخد شويه وقت، لكن ان هو يبدا يمشي ده على طول، عكس ما الناس بتبقى متخيله. نسمع من ناس كتير قوي مرضى حرك ده، انا فلانه عملتها او جارتي عملتها وما مشيتش، وحد عملها وما عمليه تغيير مفصل، عمليه ناجحه جدا جدا، اتس سكسسفل سيرجري، اكتر عمليه ناجحه بتتعمل اون ا وايد سكيل بشكل كبير قوي، بيمشي من اول يوم. طبعا في الاول في وجود ووكينج ايدز، وسائل مساعده للمشي، بتعملها واحده واحده. صح، ممكن تعمل واحده واحده. وده الافضل واللي بنرجحه اكتر، لان خبطتين في الراس توجع. لكن ممكن يتعمل الناحيتين بسبيسيفيكيشنز معينه، مريض يعني مش تخين قوي، يعني يكون ظروف حلوه، مكان مجهز، فريق طبي قوي جدا، يعني انت معاك المساعدين بتوعك، معاك حد تخدير قوي جدا، آلات وامكانيات تعمل الناحيتين، الشركه يعني الشركه محضر منها ان انت يبقى معاك كل الحاجات اللي تشتغل الناحيتين. مريض ما عندوش سكر، مش تخين قوي، ما عندوش ضغط، ما عندوش مشاكل تخليك ما تبقاش عايز تطول مده الجراحه والتخدير، ويكون الهيموجلوبين بتاعه عالي، لان انت مده الجراحه وعمليه في الناحيتين زي ما بقول يعني اتس لود، حمل على الجسم. لكن ممكن تتعمل في الظروف المناسبه قوي. الافضل نعمل ناحيه ثم الناحيه الثانيه بعديها مثلا من 3 لـ6 شهور لما المريض يتعافى تماما. باكد ان هو يقدر يقوم يمشي من اول يوم بوسائل مساعده في الفتره الاولانيه، مش هيبقى معتمد على نفسه كامل الاعتماد الا بعد مثلا نقول افريج متوسط 6 اسابيع. لكن ما هواش نايم في السرير 6 اسابيع، ما هواش متجبس، ما هواش ممنوع من الدوس، عشان الحاجات دي كلها بتسالها وبيبقى المريض قلقان منها. بس بتحب انكم تشوفوه على طول، يعني بيجي مثلا زيارات بعد كده بتبقى قد ايه؟ لازم على الاقل بعد اسبوع، بعدها باسبوعين وبنفك الغرز، وبعديها ب3 اسابيع، وكان ممكن يعمل علاج طبيعي كمان. ممكن يعمل علاج طبيعي لتقويه العضلات، وان هو يخلي حركات التني والفرد مرنه. بنفضل نتابع المريض لحد ما هو يبقى قادر يمشي كويس جدا. انت عندكم قصص على الفيسبوك، انا شفتها اتفرجت عليها، بتحطوها للمرضى دول بحيث ان هم بتسهل عليهم، مثلا لما انا بشوف حاله نجحت فانا بحب طبعًا ان انا اجي تاني عشان اعملها. صح طبعا طبعا.